للأنبار؟ نعم. سمير؟ نعم. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام سمير. عفوا سيد بارك الله بك، أنا موظف مدرس كافل أخويا بدعوة محالة على المادة 240 من قانون العقوبات، مخالفة دعوة محالة مخالفة. فالدعوة تزورت ثلاث مرات. الدعوة تزورت ثلاث مرات. والدعوة شو اسمه وطلق سراح أخويا من عندها وتبره. ودخلوني بالدعوة بدها الكفيل متهم بالمرة الثالثة. يعني تزورت الدعوة للمرة الثالثة. وتوقفت ست شهور سجن. سجنت ست شهور. بدل ما أنا كفيل صرت متهم. ست شهور توقفت. وبس خلال الست شهور اخذوا املاكي يلا طلعت من السجن. هددوا اهلي واخذوا املاكي يلا طلعت من السجن. سمعني ست؟ الو وياك سمير وياك. يعني انا خلال ست شهور انا كفيل موظف قابل شخص سبوا الكفاله دخلوني متهم بالدعوه توقفت بالدعوه اللي عادت في المره الثالثه ما جزت دعوه العاده ثلاث مرات. ان عادت في المره الثالثه سبوا الكفاله دخلوني متهم توقفت خلال التوقيف هددوا اهلي ضربوا بيت اهلي عبوناتفه. منو هذول سمير؟ سمير منو سمير منو هذول اللي اخذوا فلوس ومنو اللي دعوه كيديه ومنو واحد يدعي انه ينتمي لمنظمه بدر حشى منظمه بدر من هذا الشخص اسمه عصام الجبوري يدعي باسم منظمه بدر حشى نعم. منظمه بدر من عنده نعم سجنني ظلم للمره الثالثه والمضحك المبكي هسه الدعوة انعادت للمرة الرابعة. الدعوة هسه انعادت للمرة الرابعة وعندي قرارات من القاضي انه عاد للمرة الرابعة. اكو دعوة تنعاد اربع مرات. اتمنى مقابلة الاستاذ فايق زيدان مناشدة روحي نعم. وروح اخوتي طيب معلقة برقبتك الاستاذ فايق زيدان الضباط مال التحقيق اكلوني. سمير سمير خليك وياي بس ثواني. بحسب الإحصائية وزارة العدل أكو تقريبا 50,000 سجين عراقي حكم على نصفهم بالإعدام. منظمات حقوق الإنسان وحتى السلطات ما عندها علم بالعدد الحقيقي للمعتقلين وأكو مغيبين ما حد يعرف وينهم أصلا. أرحب بضيفي الخبير القانوني محمد جمعة. حياك الله أستاذ جمعة. بريد وطن يعتقد سماعة الاتصالات وحرقة الأم أم شيماء. بس حاليا وياي سمير قبل ما أبدي بموضوعي. سمير موجود على الخط هو من الأنبار. ثلاث مرات الدعوة تم تزويرها ونحكم عليه بدل ما يكون هو شاهد متهم. كان كفيل الأخو بالقانون 240 مخالفة 240. زين يصير هيك يعني؟ يعني للأسف كل شيء يصير. ال 240 هي مخالفة، ال 240 هي المادة يخلوها بالبداية لحد ما يكيفون الدعوة على مادة ثانية، فهي مادة 240 هيك يعني مادة شيء شكلي يخلوها بالبداية الدعوة لحد ما تكيف الدعوة على مادتها الحقيقية. ف 240 هذه واحد، لكن يتحول من كفيل الى متهم ويساومونه وياخذون منه فلوس على ما يطلعونه. يعني تفاصيل دعوه ما عندي لكن تصير. اي نعم تصير وللاسف تصير. يعني هاي يعني تزوير دعوه لمده ثلاث يعني مرات تم تزويرها سيد جمعه. يعني مو تزويرها، ممكن يعني ممكن اعادتها، يعني يطلعوا يعيدونا او ممكن مطلوبيه عدم مطلوبيه تطول. ممكن يعني هي كثير عندنا امور شائكه في موضوع هاي الدعاوي وتخليها تطول وتاخذ اشهر طويله. يعني فامور هي ممكن بسيطه، عدم مطلوبيه المفروض شيء بسيط ياخذ عندنا ست شهور ما بعد. طيب يعني استاذ محمد يعني استاذ محمد سمير وياي على الخط. سمير نعم. الخبير القانوني ويانا. يعني عرف الدعوه مالتك يعني انت الدعوه محاله استاذ اي 240 تشققت اختفت هسه ندور بنطالب بالدعوه اللي هي كنت انا بيها كفيل هسه نقول انطيني الكفاله مالتي لاخويا. الدعوه تشققت وهسه موجوده بكره دعوه ارهاب. زين الدعوه اللي انا بيها كفيل وين؟ والقاضي النوب هسه القاضي عادت للمره الرابعه
يقولوا له الضباط مقنعين القاضي يحقق بالدعوى المفقودة، مقنعين الدعوات موجودة، مع العلم ان الدعوة بالمرة كانت انحالت للجنايات. فما يجوز تعاد الدعوة متنحال للجنايات، ما يجوز ترجع للتحقيق مرت اللخ من تنصغل للجنايات تنهسم، شلون ترجع للتحقيق مرت اللخ؟ هو طلعت من الجنايات يعني حكمك القاضي إفراج لو ما من المتحقق طلعت حالك جنايات وطلعت من الجنايات للجنايات وطلعت من الجنايات شو ترجع للتحقيق مقنعين القاضي ان الدعوة موجودة بالتحقيق وهي صدت جنايات انت طلعت من الجنايات لو من التحقيق اخويا اللي طلع من الجنايات انا طلعت من التحقيق انا كفيلة انا شي علاقة بالموضوع انا كفيلة يعني هو كان كفيلة خلال ست اشهر ابتزوا اهلي اخذوا املاكهم لما طلعت. انا كفيل مدخلين المتهم جايبين شو زورنا وانا كنت باصل الحادث موجود. طيب. سيد استاذ محمد سمعت القضيه انه هو كان كفيل لاخو. بعدين اثناء المحاكمه يعني تم اتهامه هو متهم وحبسه لمده ست اشهر. هذه في دعاوي الإرهاب للأسف وفي نقولها بصراحة في دعاوي الإرهاب في المناطق المحررة غالبا ما يحصل هذا يعني هو شاهد يضوجون منا والكفيل يضوجون منا ويحركون عليه شاهد يحركون عليه كذا ويسوونه متهم فهي هنا هو يقول أنا كفيل شلون صرت متهم ما هو هنا هو كفيل ضاجوا منا حركوا عليه الشاهد جابوا لهم واحد بالمعتقل خلوه يشهد عليه وصار متهم لحد ما القاضي شاف انه ما عنده شيء وطلع من التحقيق فاساليب الابتزاز الموجوده في هذه الدعاوى هوايه واساليب انه كيف انا اخذ اموال من اجل المساومه على اطلاق السراح هوايه فنعم هو كان كفيل لكن ببساطه يجيبون عليه مصدر يجيبون عليه شاهد يجيبون عليه مخبر ويصار متهم وبقى لحد ما القاضي شاف ما عنده شيء واطلق صراحه انه اما الدعوه تعاد مره ثانيه هي ممكن يعني اذا حكم بحكم جنايات بعد ما تنعاد اما يجوز دعوه اخرى عليه تحركت او رجعت من التمييز ممكن لكن انه يحكم بها جنايات خلاص المفروض ما تنعاد